هل تفضل زيارة الأقارب ولا المقابر في العيد؟ بور موا زيارة الأقارب أولى، نبداو بالأحياء. زيارة الأقارب، صلة الرحم، نهار الأول دوزيام جور. زيارة المقابر ماشي لازم تاع سبيسيالمون نهار العيد، تقدر نهار وقت آخر، تقدر من نهار العيد أون بريفار تكون صلة الرحم، تكون زيارة الأقارب أحسن وأولى، وتكون اجتماع العائلة وتشوف الأصدقاء وتشوف اللي بالك كان بزاف ما تلاقيتش معاهم، ولا يكون بيناتكم ما همش تهدروا ولا تتلاقاو تهدروا تقصروا. سيتي اون اوكازيون العيد هذا الواحد يفرح به، مر شهر تاع الصيام يجي عيد الفطر تاع المسلمين يفرحوا به. هي في الاحسن على حساب رايي زياره الاقارب، لانه على صله الرحم هي اولى من تروح للمقبره، لان الانسان مادام راح يروح ومادام راح بصح كيموت ما عنده ما يدلل، ادعي له دعوه على حساب رايي انا يسمى صله الرحم هي الاولى. تفضل زيارة الأقارب ولا زيارة المقابر؟ يعني هي في العيد هي مناسبة لزيارة المقابر أولا، وثانيا للأسرة والعائلة والإخوة والأعمام والأجداد وإلى آخره. أقارب، الأقارب هم الأولاني. أنا كيما أنا عندي إخوة كثير في زوج في بليدة واحدة في شرشال، تاع بليدة لازم نروح اليوم هكذا، وبعد كيما نقولوا غدوة هكذا بنادم يروح يزور المقابر، مقابر عندهم الآخر. تفضل زيارة الأقارب أولا ولا زيارة المقابر؟ لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة الأهل قبل المقابر، المقابر عندها وقت طرواز يوم، هي المقابر ماشي في العيد لازم زورها، هي الإنسان كل خطرة في السمانة ولا يزور باش يتفكر الموت، يتفكر واش راح يدخل هذيك القبر هذاك واش راح يصرى له. هذه هي زيارة المقابر عندها وقت تاعها، هي الإنسان لازم يزور الأهل تاعو خير. زور الأقارب أولا. المقابر في نهار العيد جبل ربي ماشي مليح، نورمالمون المقابر نهار العيد عيد يوم فرح ماشي يوم تزور المقابر، مي موراها نهار يومين قادم لا حاجه مليحه تروح تزور المقابر يفكرون بالدعاء حاجه مليحه نورمال. شوفي احنا عندنا عاده حنايا نزوروا الاقارب، ونهار العيد نزوروا الاقارب يوم نفرحوا فيه، يوم نشوفوا الأقارب تاعنا، تمام مستحب أنه نشوفوا الأقارب. هذه تاع العادة تاع المقابر نظن أنه حاجة مش مليح، أنه يوم تاع العيد يوم نفرحوا فيه، وظن أن الحزن عنده أيام أخرى إن شاء الله. مقابر بالمقابر بعد عند خياتي اللي فاميليا اللي كان مهم عزيز عندي ومشقال عنده. الأقارب هي الأقارب بعد المقابر. قولي خويا نهاليد، أسكو تفضل تبدأ بزيارة الأقارب ولا بزيارة المقابر؟ شوفي أنا يا نهار العيد واش ندير، أنا زيارة المقابر بورتو عندي صاحبي ربي يرحمه غير كيما مات، يعني سويسيدا ربي يغفر له يرحمه، بصح ما حبيتش نروح لحتمر العيد. إياكم من زيارة المقابر في العيد، إياكم خاشا دا عيد ماشي نروحوا نشوفوا الجبان، نروحوا نتفكروا خاوتنا ربي يرحمهم، مول العيد روحوا زوروهم، كيفوتوا أيام العيد دا عيد فرحة. زيارة الأقارب باينة، ومن بعد زيارة القبور. الله يرحم موتانا جميعا إن شاء الله. قولي خويا أسكن هالعيد تفضل تبدأ بزيارة الأقارب ولا زيارة المقابر؟ زيارة الأقارب أو ديبي من بعد المقابر، مقابر أبلي بارقاع في دوزيام جور. زيارة الأقارب، المقابر احنا تما ديما قبل العيد قبل بنهار ولا أروح جبانة قدامنا ومدي كان مدرع عند لافامي وقايته. تفضلي تبدأ بزيارة الأقارب ولا زيارة المقابر؟ انا باينة بلي زيارة الأقارب نبدأ بلي حيين قبل، سينو انا ما عنديش هكا شغل بيرسونال فوالا، ما عنديش زعما بنادم راه تحت السراب الحمد لله، سينو باينة بلي نبداو بلي محيين قبل. لا لا نبدا زيارة واش مول الأقارب، تما تغفر على والديك الأولانيين، تغفر على خوتك ولا خياتك والجيران، اسكو الجار وصح عليه راسه جارك
ومن بعد كي تكمل هكذا الحومه ومن بعد من تما تروح المقابر عندك ولا عندك باباك ولا عمتك ولا تروح تشوفهم. اه وشنو تسبق داركم؟ ولي نهار العيد اسكو تفضل تبدا بزياره الاقارب ولا زياره المقابر؟ افون تو زياره المقابر افون تو لا افون تو صلاه العيد هكذا من بعد زياره المقابر اون دو اون دوزيام ليو وزياره الاقارب بيان سور صله الرحم سورتو صله الرحم قال لك واقيلا ثلاث حاجات واحد اللي ما يدخلش الجنه قالك اللي ما يكونش دار صله الرحم لي تو الاخرين في الله على بالي وشلون يا لي زوج الاخرين على بالي بلي اللي ما يدير صله الرحم حرم من الجنه. انا عندي عمي الله يرحمه شغل كيمات تبريزيت شغل هو اللي كان معانا وقف معانا نطلع بزاف ليه الجبانه باسكو كان يعزني وكان يحبني وكنت نتفرج معاه بزاف البالو وكان يديني لدارو بزاف الله غير تعرفي عم بالك ملي مات شغل انا ما كرهت الحياه هذه كيما هو لازم تروحوا يا سيدي اللي ما قدرش واش عليه اللي ما قدرش يروح صله الرحم وما قدرش يروح يزورهم في التليفون كاين بعض الناس انا نقول لك صح عيدك في التليفون ما كاش صح عيدك برا ما كاش مي اللي ما يقدرش يروح لافامي اول حاجه هاولي يقدر يقولها عمتي صح عيدك لقبل عام جاي هذا ما الدمج هذا ما كان وصح عيدكم نتمنى لكم ناجح وعيد مبارك وعيد سعيد ولعقبال عام جاي نعاد علينا بالخير السلام عليكم. بالك تروح من القبره هي اللي تكون قريبه ليا ومن بعد تروح للاقارب هذه هي لازم بيزوج ديرهم سيرتو في العيد اللي ماتلو بابا ولا ماتلو يما الله يرحمهم الله يجعلهم ربي من اهل الجنه هي المقبره ولا اللي كانت قدامه ولا كانت بعيده يروح للاقارب بعد يروح للمقبره. هل تبدا بزياره الاقارب ولا المقابر في العيد؟ بون من الكوتي هدايا انا جو بريفير نزول اقارب حاجه الاولى بور مو انا باسكو العيد يجي مره كيما يقولوا العيد يجي مره في العام كيما باش تزوري المقابر سي تقدري تقولي شاك فوندرودي تقدري تروحي انا اللي عندنا ماما نعطيكش للناس كامل على كل حال يا اخي عندك قلت لك ميت عنده الوقت ميت ماشي غير العيد ميت عنده في كل عام 365 يوم مفتوح عليه من العيد عنده يومين يومين يعني انسان مدى به يزور الاقارب خير وخير حاجه الاولى تروحي للحي قبل الميت الميت سي لا دوزيام ماشي سي لا دوزيام جوزي على بزاف ديال زيطاب كيما نقولوا انا حاجه الاولى نجوز على الحي نروح لا فامي بزاف ناس ما يستناوك تما هذاك اللي ميت يستناك بالدعاء اكثر ما يستناك تروحي ليه زعما هكايا تما الحي بون نفضل نريح في الدار خير هذا ما كان كي جين مقارب مقابر بعات علينا شويه الوغ نبدا بالاقارب ديالنا الجيران لي كوزين منهم بعد نروح المقابر ونحن نترحم على الخور جدودنا خوالاتنا كيما مات خالتي ونقول لهم قاعد ربي يرحمهم ولو يسمع فيها صحة عيدو من البعيد صحة عيدكم يوم بيك عليستا